اللي حوالين العين. يمكن اكتر حاجه اي حد ممكن يلاحظها في وشنا اول مره لما يشوفنا، خصوصا لو المنطقه دي مثلا فيها هالات او انتفاخات او بهتان، بتاثر جدا على شكلنا. كمان هي اكتر منطقه بيبان عليها السن بسرعه، وبتدي يبان عليها التجاعيد والخطوط الرفيعه. علشان كده النهارده في الفيديو هنتكلم عن ازاي نهتم بالمنطقه دي كويس، العادات الصح والعادات الغلط اللي بنعملها واحنا بنهتم بيها، وكمان هنجاوب على اسئله كتير قوي، ازاي نرطبها، ازاي نحط الكريمات تحتها، هل نستخدم سان بلوك ولا لا. علشان كده تابعوني لاخر الفيديو، هتلاقي فيه معلومات كتيره جدا ونصايح مهمه جدا، انا نفسي يمكن حاجات منهم جديده عليا واول مره اعرفها، علشان ناخر ظهور الهالات والانتفاخات والتجاعيد. كمان لو انت اول مره تشوفيني، معاكي منى صبري، دكتوره صيدلانيه مهتمه بمجال العنايه بالبشره والشعر. وما تنسيش تعملي اشتراك في القناه، وكمان تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناتي اول باول. وما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك وشير لكل اصحابك. طيب في البدايه كده، هو احنا ليه اصلا بنعامل المنطقه دي على انها حاجه منفصله عن باقي الوش، ما بنستخدملهاش نفس الكريمات ونفس الماسكات ونفس اسلوب العنايه؟ هي المنطقه دي زي ما انتم اكيد عارفين رقيقه جدا، ما فيهاش طبقه الدهون الموجوده في باقي الوش، كمان هي ما فيهاش اويل جلانس او غدد دهنيه بحيث انها تفرز دهون وترطب نفسها بنفسها زي باقي الوش ما بيعمل، كمان بتفقد اي رطوبه فيها وبيحصل فيها جفاف بسرعه عن باقي الوش، وده اللي بيخليها عرضه اكتر للتجاعيد، وان يبان عليها خطوط رفيعه ويبان عليها السن اول باول قبل باقي الوش كمان. علشان كده النهارده هقول لكم على تيبس ونصايح مهمه جدا جدا هتخلينا نهتم بيها وناخر ظهور التجاعيد دي، وكمان نحافظ عليها من ظهور اي هالات او ظهور انتفاخات تحت العين. اول حاجه مهمه معانا هنتكلم عنها، وهي ازاله الميك اب. من اكتر الحركات الغلط اللي البنات بتعملها وبتاذي جدا عينيها، وبتكون قاسيه معاها وبتساعد انها تظهر لها تجاعيد فيها. لازم يعني بالذات البنات اللي بتستخدم ميك اب بشكل يومي، وكمان الحاجات اللي هي الووتر بروف زي الايلاينر والمسكره اللي مش يعني بيتشالوا بسرعه، وبنقعد بقى نفرك عينينا رايح جاي، كل الكلام ده اصلا غلط. الحته دي رايقه قوي، ما ينفعش نعمل معاها كده. طيب ايه بقى الطريقه الصح اللي نشيل بيها الميك اب من المكان ده؟ عارفين القطن المدور ده اللي هو بتاع ازاله الميك اب، اي بنت بتحط بشكل يومي لازم يكون عندها. هنجيبه ونحط عليه الميك اب ريموفر بتاعنا او منزلين المكياج، ونبتدي نحطه كده على العين لمده ربع دقيقه مثلا، علشان ونسيبه شويه بحيث يدوب اي حاجه، اي مثلا حاجه مش بتدوب، يدوب الماسكرا والايلاينر والاي شادو وكل الحاجات دي. بعد كده هنبتدي نمسحها كده لقدام بالراحه بالراحه، بالقطنه كده بالراحه او لبره يعني كده. بس اهم حاجه مفيش ضغط تقيل، ولو بعد ده كله برده كان في مثلا خط ايلاينر او حاجه مثلا ما اتشالتش، ممكن بالقطن اللي هي الودانه الناحيه القطن اللي فيها نحط عليها الميك اب ريموفر، ونمشي بالراحه كده على خط العين سواء من فوق او من تحت حسب الميك اب اللي احنا حاطينه. لو ما عندكيش البتاع المدوره دي ممكن حتى تتصرفي بقطن عادي، بس اهم حاجه زي ما قلت لك بلاش الفرق، بلاش عينينا، بلاش نفضل رايحين جايين في كل الاتجاهات. تاني حاجة هنتكلم عنها وهي السان بلوك، والجدل السائد ما بين يتحط ما يتحطش. ناس كتيرة تقول لا ما نحطش، لا نحط. المفروض يا جماعة طبعا نحط، دي اكتر منطقة رئية واكتر منطقة اصلا محتاجة حماية من الشمس كمان، عشان التصبغات ما تحصلش فيها ويحصل لنا هالات سودة. بس طبعا يفضل هنستخدم نوع نظيف زي مثلا بتاع لاروش وبيشي وبيدرنا والكلام ده، علشان المنطقة دي تبقى رقيقة، ما نستخدمش نوع يعمل لنا التهابات او الحرقان فيها. كمان ما نقربش قوي، يعني مثلا بعيد كده لحد هنا، ما نقربش قوي عند خط الرموش او الجفن نفسه. المنطقة دي كده هنحط عليها السان بلوك بتاعنا. كمان نظارات الشمس مهمة جدا جدا جدا، مش بس المنطقة دي، هي كمان للعين عشان تحمينا طبعا من أشعة الشمس الضارة، اللي هي مش بتأثر بس على عينينا، لا كمان على المنطقة اللي تحت العين. فمهم جدا لو هنخرج في الشمس اكسترا كمان مع سان بلوك نلبس نظارات يعني شمس واقية منها تكون كويس. طيب يا دكتور، الكريمات دي بقى بنحطها من جوه لبره ولا من بره لجوه والسايلو المعتاد؟ بصوا، ولا كده ولا كده، احسن طريقه نحط فيها اي كريم تحت العين هي طريقه الطبطبه. بمعنى الصباع ده، شايفينه الصباع اللي جنب الصباع الصغير ده، هو اكتر صباع رقيق على المنطقه دي. هنجيب الكريم بتاعنا حته حته صغيره خالص، ونقعد كده تحت العين، ونبتدي بقى ايه نطبطب كده كده بالراحه خالص لحد ما نمتص، لا رايح ولا جاي، كده بالراحه خالص. بنشيل ايدينا ونحطها، يعني ما ناخدش كده ونمسح، لا نشيل ايدينا ونحطها ونطبطب لحد ما يمتص. كمان لو بنحط حاجه من فوق وهكذا زي ما انتوا شايفين كده، مش رايح جاي اطلاقا، ما ينفعش نعمل الحركه دي. بمناسبه الكريمات بقى، ترطيب المنطقه دي هي اكتر حاجه اصلا ممكن تقينا من التجاعيد زي ما اتفقنا، ومن ظهور الهالات والانتفاخات وهكذا.
طيب احنا اتكلمنا في الاول ان المنطقه دي مختلفه عن باقي الوش، فبالتالي ليها احتياجات خاصه وكريمات خاصه بيها. في الغالب بقت الكريمات بتاعه الوش ما بتنفعش ليها. ليه؟ ببساطه مثلا الحته دي المسامات بتاعتها ضيقه جدا، انتوا حتى مش هتقدروا تشوفوها زي على عكس باقي الوش، فبالتالي مش سهل انها تمتص الكريمات العاديه بتاعه البشره. كمان في تركيزات معينه من المواد بتبقى اكتر في كريمات الوش، ما ينفعش موجوده بنفس التركيزات دي تحت العين، والعكس في مثلا مواد زي الكافيين زي الريتانول زي المواد اللي بتحفز انتاج الكولاجين يفضل انها تكون موجوده بتركيز اعلى في المنطقه دي. علشان كده زي ما اتفقنا الكريمات بتاعت العين مختلفه عن بقيه الوش. طيب طبعا هتسالوني عن ريكومنديشن او اسماء كريمات كويسه لترطيب العين. في كريمات هي رخيصه شويه بس ما وعدتكوش انها تعمل حاجه اكتر من الترطيب، يعني ملهاش افكت كبير قوي على الهالات السوداء ولا التجاعيد. الكريمات دي مثلا زي بتاع بي وايت بتاع العين، زي مثلا برضو بتاع غارنيه اللي هو الرولون، كمان في اللي هو بتاع ايروفلام اوبتيمال ذا اي، وكمان في كريمات يعني احسن شويه مستوى زي بي ام بي اي كونتور وزي جازك اي كونتور. كمان في كريمات تانية طبعا احسن بكتير والترطيب بتاعها بافكته عالي، وكمان بتاثر على الخيوط الرفيعه بالذات السن الصغير، يعني السن الصغير لحد 25 سنه دول الافضل ليهم. بدل ما يستخدموا كريمات التجاعيد يستخدموا كريمات مرطبه قويه زي دي، هتخلي اصلا التجاعيد دي او الخيوط الرفيعه دي تروح من عندهم. الكريمات دي مثلا زي كيو في اي كريم، كيو في اي كريم ده كويس جدا للخطوط الرفيعه، هو كمان وسيبميد اي كريم، الاثنين دول كويسين جدا جدا في الترطيب، ومعاهم كمان لاروش هيدرا فيس كمان حلو قوي في الترطيب، ونوكس سيرم مارفلنس، كل الاربعه دول حلوين قوي في الترطيب والخطوط الرفيعه. كمان عندنا مثلا بتاع سنسيبيو اي ده حلو قوي قوي للترطيب، وكمان للناس اللي عندها انتفاخات تحت العين. اما بقى الناس اللي محتاجه حاجه للترطيب وكمان زياده تكون الهالات السوداء، عندنا مثلا حاجه سعرها قليل شويه زي فارماسير زي انتي دارك سيركلز، وكمان عندنا بتاع فيشي ايديال وايت اي، وبتاع ايزيس وايت ايز، وكمان بتاع لاروج بيجمنت كلور اي. اما بقى الناس اللي بتحب تستخدم الزيوت اكتر والمنطقه دي عندها جافه بزياده او ما عندهاش مثلا مقدره انها تجيب الكريمات الخليه دي، ممكن تستخدم زيوت زي زيت الجوجوبا. انا شخصيا قعدت فتره كبيره قوي بستخدمه، حلو جدا على المنطقه دي ومش بيعمل اي حبوب هنا ولا اي حاجه ولا الحاجات الصغيره دي، وكمان ليه تاثير حلو شويه عن الهالات السوداء. كمان زيت اللوز الحلو هو حلو برده جدا للهالات وبيفرق كتير فيها لو ما فيش اي زيت تانيه يعني ليها. كمان زيت بذور العنب وده رائع جدا ومعروف قوي عن يعني خصائصه في ان هو بيقلل التجاعيد والخطوط الرفيعه على الوش بشكل عام وكمان في منطقه تحت العين. وبما اننا اتكلمنا عن الزيوت هقول لكم كمان على شويه كده حاجات طبيعيه من البيت ممكن ندلع بيها المنطقه دي ونرطبها وكمان نحافظ عليها من الهالات، هتساعد كمان جدا فيها. مثلا اول حاجه عندنا واكتر حاجه بحبها هي باكيتات الشاي الاخضر. اول شاي الاسود مفيش مشكله نحطهم في الفريزر مثلا ربع ساعه كده او اكتر ونحطهم على منطقه العين، حلوه جدا 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 خصوصا في الانتفاخات بتقللها قوي. الناس اللي عندها حساسيه شويه يعني بشره حساسه من التلج والكلام ده او بتخاف عليها ممكن تروح لف الباكت بشاش وتحط تحت العين وتسيبه ربع ساعه او لحد ما البروده بتاعته تروح، هتستفيد جدا جدا بيها. بالبروده دي يعني حلوه قوي للعين وللترطيب وكمان للانتفاخات. كمان شرايح الخيار حلوه جدا جدا اكيد، ودي من اكتر الحاجات المعروفه اصلا لمنطقه العين. هنجيب كده خيارايه تكون ساقعه، هي خيار رخيص شويه اللي من دول، ونجيب منه تو سلايسز كده رفيعين ونحطهم على عينينا ونغمض كده لمده ربع ساعه، حلوين جدا للاسترخاء والترطيب وكمان التخلص من الهالات السوداء. مش بس الخيار، كمان البطاطس وشرايح البطاطس حلوه جدا جدا، ولما تحطوها على عينيكوا مثلا لمده ربع ساعه هتلاحظوا من اول وتاني مره فرق النضاره، مع الاستمرار عليها بتعمل نتيجه ملحوظه في الهالات طبعا لما كانش ليها اسباب تانيه، وبجد جميله قوي قوي. طبعا الناس اللي بتحب بلدها ومش عايزه تقف في نهضتها وبناها بتبعد تماما عن الماسك ده، يعني اصلا اللي عنده مقدره يجيب البطاطس اليومين دول. كمان ميه الورد من الحاجات الرائعه، زي ما هي حلوه لباقي البشره هي كمان حلوه لمنطقه العين. هنجيب قطنه ونغمسها في ميه الورد ونفردها على المنطقه دي ونسيبها لحد ما تمتص كل ميه الورد اللي فيها. كمان من غير اي خضار ولا فاكهه ولا الكلام ده كله، ابسط حاجه ممكن نعملها نجيب معلقتين زي دول نحطهم في الفريزر 10 دقايق ربع ساعه، ونجيبهم ونحطهم كده اهو على عينينا ونسترخي خالص كده ونستمتع باحساس البروده فيها لحد ما السواعيه اللي فيها تروح. دي برده حلوه قوي للعين
ونضارتها، وكمان بتقلل تعمل انقباض يعني الاوعيه الدمويه، فبتخلي الهالات دي تخف شويه، وكمان حلو قوي للانتفاخيه. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، يعني يمكن من اكتر الحاجات اللي بتاثر بالسلب على المنطقه دي هي شاشات الموبايل والكمبيوتر اللي بقينا مقضين اغلب يومنا قدامهم. هم مش بس بيأثروا على العين، كمان حوالين المنطقه دي بسبب التركيز الشديد اللي احنا بنبقى مركزينه معاهم. حل الموضوع ده، وكمان الاشعه اللي بتخرج منهم طبعا، حل الموضوع ده مثلا عندنا نقطتين. اول حاجه النظارات، نعمل نظاره حفظ نظر وتكون ضد الريز او الاشعه اللي بتطلع من الاجهزه دي، ونستخدمها طول ما احنا ماسكين الموبايل او اللابتوبس. انا كنت عامله واحده بصراحه مسافه دراسه ما استخدمتهاش، انا عارفه ان ده غلط، بس الصح ان احنا انا ادور عليها وارجع استخدمها تاني. بجد الموضوع ده بيفرق جدا وبيعمل راحه للعين، مبقاش خليها مركزه قوي قوي، وبيقلل الضرر بتاعها على الاشعه اللي خارجه من اللابتوب او من الموبايل عليها. كمان في تمرين تاني انا ده كنت اول مره اعرفه، يعني المشكله في التركيز، انت لما بتركز لفتره طويله بيعمل ضغط على العين وبيتعبها جدا. فممكن نجيب قلم نفصل كده بعد كل تلت ساعه، المفروض كل 20 دقيقه نعمل الموضوع ده. هنجيب قلم ونروح باصين قوي كده عليه، يعني نفصل من الموبايل او اللابتوب ونبص عليه ونبعده كده اهو ونرجعه تاني. نعمل الحركه دي كذا مره. انت بالطريقه دي بتفصل تركيز العين، بتخليها تركز على حاجه تانيه، تديها راحه شويه وتبعد عنها الاجهاد او التركيز الفظيع اللي هي كانت فيه. حتى لو مش متاح قدامك قلم، على الاقل مثلا بدل كل شويه كده افصل عينك بص على حاجه تانيه وارجع تاني لشاشه اللابتوب او الموبايل. نصيحة كمان، النوم. كلنا عارفين قد ايه النوم بيأثر علينا، قلة النوم والسهر يعني بيعملوا ارهاق شديد، واكتر منطقة بيبان عليها الارهاق هي المنطقة دي، فعلا بتخلي الشكل وحش لو واحد مش نام كويس او معيط مثلا وهو نايم. بلاش الحاجات دي كلها غلط، وبتضر جدا المنطقة دي. كمان الاكل الخضار والفاكهة حلوين جدا جدا، كل الخضروات الملونة مفيدة قوي لمنطقة العين. كمان الاغذية اللي فيها اوميجا 3 او المكملات الغذائية اللي فيها اوميجا 3 مفيدة جدا للمنطقة دي. الانيميا كمان عايزاكم تركزوا معاها جدا جدا. لو لاحظتوا مثلا عندكم شحوب او اسمرار في المنطقه دي مع بعض عرضية تانية، زي مثلا تساقط الشعر، زي الدوخه، زي عدم التركيز، وان دايما ضغطكم واطي، دايما دايما روحوا اعملوا تحاليل المطلوبه للانيميا، صوره الدم الكامله، ولو لقيتوا يعني وده متخصص او حتى دكتور صيدلي هيقول لكم تعملوا تحليل، لازم تشوفوا المشكله سببها نقص حديد ولا ايه، ولو كده خدوا على طول فورا اقراص حديد، هتلاقوا المشكله اتحلت وباقي مشاكل اتحلت من غير ما تقعدوا تستخدموا في كريمات موضعيه على الفاضي من غير ما تجيب اي نتيجه. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، انا حاولت اقول لكم على تبس بسيطه وسريعه تفيدنا في موضوع النهارده. بالنسبه لموضوع الهالات، فانا كنت عامله بوست كامل وشامل عنه، يعني في كلام كده تقدروا ترجعوا له دلوقتي لو حد مستعجل، هسيب لكم اللينك بتاعه. بس انا حابه اعمل فيديو كامل الهالات السوداء، لان اسبابها كتير جدا، في اسباب خفيه ممكن حد يقعد يستعمل كريمات مش جايبه معاه نتيجه علشان هو معرفش السايب الاصلي. كمان هعمل فيديو ان شاء الله منفصل لوحده عن الفتور الرفيعه والتجاعيد، لانها محتاجه برده كلام كتير، وكل سن ليه كريمات خاصه بيه، فباذن الله برده هعمله قريب. قولوا له كده لو انتوا عايزين انهي الاول، قولوا في الكومنتات تحت وانا هعمله لكم ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتبعتي الفيديو لكل اصحابك. الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، دمتم حلوين وفاهمين. باي باي.